المزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بك سيادة اللواء. في ثنايا الأحداث نتحدث عن عملية إرهابية، نتحدث عن أسباب. برأيك وأنت اختصاصي في الشؤون المعنوية، كيف تنظر لهذا العمل الإرهابي؟ بص، احنا بعد ما حدث في الأسبوع اللي فات من كشف أولا عملية تجسس كبيرة جدا كانت من تركيا ضد مصر، وكشفتها عناصر المخابرات العامة المصرية بكفاءة واقتدار من 2013 لحد النهاردة، وفيها 29 متهم، وعملية كبيرة جدا كانت تدور بالاقتصاد المصري وتدور بالأمن المصري وكشف العديد من المعلومات. فدي كانت ضربة كبيرة جدا لكل هذه العناصر الإخوانية والإرهابية. العملية الثانية اللي تمت برضو أو من بارح من عناصر أمن الدولة اكتشفت لواء الثورة اللي قام بالعديد من العمليات اللي تمت الفترة السابقة، ومنها استشهاد العميد عادل اللي هو قائد الفرقة التاسعة المدرعة. الضربتين دول اللي تموا الأسبوع اللي فات كان لازم لهم رد من عندهم سريع على المصري، ولكن الرد المرة دي أعتقد إنه كانوا مخطئين جدا في اختيار الرد، وهم حاولوا يعملوا أكبر خسائر ممكنة في المصريين، ولذلك اتجهوا إلى أحد الجوامع في أثناء صلاة الجمعة عشان يحدثوا أكبر خسائر. منها نمرة واحد رد، نحن ما زلنا موجودين. الهدف الثاني كان عايز يقول يا مصريين الدولة مش قادرة تأمنكم، أدي إحنا بنحدث فيكم أكبر خسائر. حاجة ثالثة إنه اختار جامع بعيد عن أي عناصر أمنية، لأنه جامع في منطقة بسيطة في بير العبد، وبيأموا أو للصلاة عناصر من المنطقة البسطاء، فلذلك تم زرع هذه العبوة وتم تفجيرها. ولما خرجوا المصلين نهالوا عليهم بطلقات الرصاص فأكملوا على بقيتهم، كده كمية الخسائر كبيرة جدا. حتى العناصر الإسعاف اللي حاولت تدخل تم التعرض لها. طبعا كل الكلام ده هي أنا بعتبرها ضربات يائسة منهم، لأن الفترة اللي فاتت هم تعرضوا إلى عديد من المشاكل عناصر إرهابية في سيناء. الأولا إن طبعا تم الاتفاق بين الجهات المصرية الأمنية المخابرات العامة وحماس، وبالتالي بدأت حماس النهارده تسيطر على خط الحدود من ناحية بتاعت غزة بعد ما كان السيطرة من ناحيتنا فقط. حاجة تانية، الاتفاق الفلسطيني سمح للسلطة الفلسطينية أنها تسيطر على منطقة المعادن، فبالتالي بقى فيه ضغط عليهم. أيضا اتقفلت إلى حد ما حنفية الأموال اللي كانت بتيجي من قطر، لأن قطر بقت دلوقتي حريصة جدا بدفع أي أموال للمنطقة، حتى لو اكتشفت يبتنفي أي حاجة. فبالتالي عشان كده المرة اللي فاتت آخر عملية عملوها كانت ضد أحد البنوك. أنا بعتقد إن هذا العمل طبعا خسيس، لن يؤثر في الشعب المصري ولا الروح المعنوية للشعب المصري، وأرجو إننا أقول الكلمة اللي بقولها بقالي سنتين، لم يحدث للإرهاب أن انتصر على دولة. بص اللي بيحصل في العالم بطبيعة الحال ستنتصر مصر بإذن الله. سيادة اللواء، خربت على السيطرة على 95% من أراضيها زي ما أعلنت امبارح بالضبط سوريا وأعلنت روسيا. فإحنا هيتم القضاء على هذه العناصر، هتاخد وقت بإذن الله، هتاخد كمية خسائر، إنما إن شاء الله قواتنا مسلحة قادرة على التصرف إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.